مش هتعملهم. لا ما لازم احرق المعمل، لازم اخد حنان معي. أكيد حنان هي اللي خبرت أبو سامي. ألو أطفية، يعطيك العافية. عم حاكيك من معمل أبو سامي لتهنئة طريق درعا. بعد مفرق درعا علي بالضبط. يا أخ في حريقة بالمعمل وأنا ومعلم حاصرين. الله يخليك عجلوا شوي. أنا اسمي نبيل الصاحب. نبيل الصاحب. ليك يا اخ انا شاكك بوحده مره يمكن هي تكون الفاعله ويمكن هربت قبل شوي. الله معك. يا رب تخطف يا رب. يا رب دخيلك يا رب. يا رب حنان هي وابنة جوا. في عنا معلومات انه وحده حرقت المعمل وهربت. حنان مستحيل تعمل هيك. مين حنان؟
بكره الصبح الساعه 8 بتكون عندي بالمركز. يا عماد خذ عنوانه ورقم تليفونه. على طريقك. لا ولا شو هاد يا ابو الخير؟ مصيبة يا هشام مصيبة. مين حضرتك؟ انا هشام محاسب المصنع. تحمل يا ماما تحمل شوي. تعبت كثير يا ماما خلينا نرجع على البيت. يا حبيبي ما عاد عندنا بيت. مو قادره امشي يا ماما. معلش حبيبي معلش. زلوا شباب Thank you.
شنو هذا شوكت؟ مو حضرتك شوكت المحمود؟ ايه بعتني لعندك شوكت ابن عمك. اهلا وسهلا امور بركي بتقدر تساعدني. معك مصاري؟ يعني ايش يعني هاي؟ معك ولا ما معك مثل كل المصايب اللي بعت لي اياهم هذا شوكت افندي؟ معي. خد خد وسكر الباب وراك. تقدر تساعدني؟ بشو؟ بدي سافر. لوين؟ لوين ما كان بدي اركب الطيارة وبعد. حبيبي المطار مسكر. شو يعني؟ هلا انت شو بدك مني؟ قلت لك بدي سافر. انا شو دخلني بهالقصة؟ بعتني شوكت ابن عمك. شوكت ما بعت لي للمصايب. لو ما تأخر سفر الباخرة لبكرة الصبح ما كنت تصبحت بوشك اليوم. يعني ما رح تساعدني؟ لشوف شو رح أقدر أعمل. بس المشكلة إنه ما في وقت لزبط لك السفرة. إيه أنا اللي هو أنا صار لي شهر عجز لروح على مصر بالباخرة. سافر معك. يا حبيبي عم أقول لك صار لي شهر حاجز ما بقي محلات. شو يعني؟ كل اللي بقدر بعمل لك إياه هلأ أنك تستنى هون بالبيت لبين ما سافر وأرجع. وبدك تدفع أجرة القعدة هون سلف شهرين. شو شهرين ما شهرين؟ بدك تغيب شهرين؟ حبيبي شو لك عندي؟ عندي شقفة أرض بمصر بدي روح بيعها. لا يا جودات شهرين؟ هلأ بدك تدبرني رأساً قبل ما تسافر. روي روي روق روق لشوف شو بقدر بعمل لك. بدك تاكل؟ مثل ما بدك. اسألي بالأول شو صار معك؟ لك انت قلت لي انه في معك فلوس. نطلك نط على السوق جبنا شي ناكله. بطني عم يفرك علي فارك من الصبح. هلا صار شي من شاني؟ عمي انا ما بعرف بحكي وانا جوعان. انا شو بيعرفني ببلد اروح اجيب لك اكل؟ بسيطة هي. انا بجيب بس انت بيض الفال. هات فلوس. قديش بدك؟ دوبون يكفوا. اسمها ليلى وهذا السنسال إلها لحطه هون بالإضبارة تبعها. بجوز يكون الطريقة الوحيدة لحتى حدا يتعرف عليها. الله يحميها شهادي. عملي بطاقة والزقيها على أوعية واكتبي عليها اسم ليلى عبد الله. حاضر رح كمل أدبارتها مشان نسجلها بالوزارة والنفوس. اسم الله حولها. شو؟ وين رحتي بالبنات؟ خلص حطيتها بقرنة كتير منيحة. مو هي يتيمة؟ في مين يدير باله على اليتامى؟ المهم انت شو صار معك؟ بين حدا من اصحاب المعمل؟ شفت هشام وقال لي ضاع كل شي بالمعمل ونحن مو مسجلين بالتأمينات ما رح يطلع لنا شي. ايه؟ خلص معناها بكرة من الصبح بنمشي على الضيعة. نمشي بس اخ لو اعرف شو صار بهالمسكينة. شو بدنا فيها؟ أصلاً لو فيها خير كانت سألت علينا بعد ما سرقت كل هالمصاري. ترك لي ورقة تحت الباب. بس مات بالحريق. ما بفهم. وين الورقة؟ جعلكتها وكبيتها ما حسيت إنها مهمة. طيب لنفترض إنه هو اللي حرق.
ليش مهري؟ لأني كنت مدقرة الباب من برا. مهما كان نحن اليوم ما فتحنا للشرطة، بس بكرة ما عاد نقدر نخبي. معكم حق، أنا رح أسلم حالي. ومن شان جابر لا تخافي. وليلى؟ ليلى أنا بكرة إن شاء الله رح أروح أجيب لك إياها، وإن شاء الله بتثبت براءتك وترجعي لأولادك. أكلت؟ عم استناك. أبشر، لقيت لك مين يوصلك على قبرص. وينو جواز سفرك؟ ما معي جواز سفر، معي هوية. هوية؟ ما بيمشي الحال. جودات بتفعله، وإذا بده الهوية ياخدها. هربان من شي؟ بدي غير حياتي لك جودات. من شو هربان؟ من حالي، ماني طايق العيشة. شو قلت؟ بيمشي الحال، بس مو أقل من 2000. 2000 شو؟ 2000 دولار. بده يزبط لك جواز سفر ويوصلك على قبرص. مو كتير 2000 دولار، مو كتير أبدا. مشي هات. بدي روح معك لعنده. لا حبيبي، روح لحالك. جودت لحالي ما بعرف. ولا رح تعرف. هات مصاري وقرشين فوق منهم لحتى نجيب مشروب. أنا وياك رح نسافر بكرة، بدنا نعمل لنا شي توديعة. بكرة باخذك معي على المينا. منلك كل هالمصاري؟ ما دخلك. لك شلون ما دخلني؟